أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أنت. طبعا حلقتنا لهذا اليوم مع واحدة من الحالات اللي دائما نصادفها، الحالات اللي تصادف تحديات كبيرة ومصاعب كبيرة في حياتها. طبعا عندنا كثير من النساء اللي تقعد الصبح وتتوكل على رب العالمين وتقول يا الله وتروح شغلها، وعندنا نساء ذلتها الحياة وذلتها المصاعب وذلتها التحديات وذلوها أقرب الناس إليها، لكن اتجهت إلى المعز العزيز الكبير رب العالمين اللي ما ينذل عنده إلا الجبارين والعصاة والمذنبين. شقت طريقها بشق الأنفس وكانوا أقرب الناس معادين إلها، لكن اليوم بتحديها كانت امرأة عظيمة أثبتت للناس أنها واجهت الصعاب وتجاوزت كل الأمور اللي عرقلت حياتها وربت أولادها أحسن تربية. وراح تشوفون اليوم حالة من الحالات اللي اليوم راح تصادف فرحة كبيرة. شوفوا يانا وراح تفاجئون. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك ام احمد؟ شلون الصحه؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. الله يحفظك. زارتنا البركه ان شاء الله. الله يخليك. احنا طبعا سمعنا بيك وسمعنا بجهادك وحبينا نسوي وياك لقاء ونتعرف عليك عن قرب. جيناك من بغداد للبصره. اهلا وسهلا. الله يسلمك. هلا وفرحانه بينا البصره. ان شاء الله ترحب بيكم حبيبتي وترحب بكل انسان طيب. الله يسلمك حبيبتي. ام احمد المرأة تتعب بحياتها هواي. أيوة بس المرأة صبورة. اكو يعني صحيح صبورات واكو لا والله ما يجاهدن. انت يعني صبورة؟ الحمد لله والشكر. الحمد لله. ايش قد اولاد عندك؟ انا راح احكي شخص ما اقدر احكي. انا اريد اسمع قصتك. انا عندي 3 بنات. اول بداية ما خلفت ولد. زين. خلفت 3 بنات. تدرين بعد يعني العائلة مش تحكي ما عندها بنات، عندها ما عندها بنات تتعاير. اي صح. ويعيبون علي دوم يعني يعيروني. كنتي تتألمين من يقولون عندها بنات؟ يعني كلش هواي. شنو مشاعرك؟ حتى بعد اظن بقلبي ما احكي لاحد. كانت والدتي عايشة الله يرحمها، اشكي لوالدتي بس فقط. ما احكي لاحد. يعني يقولون بكيفي هو البنات؟ اي بعد العالم اكو جهلة ما تفتهم الحياة. صحيح. صح لو غلط. رب العالمين هتف له ولد. طال من وراء 4 بنات طال ولد. زين. الحمد لله والشكر طال ولد وآية من الجمال الولد. الحمد لله. يعني ما ينوصف حالاته، ايش اقول لك بيه؟ شعره اشقر والعيون ملونه خبل طانيه طير يعني طير ذهب. زين. كنا بظرف يعني قاعدين تجاوز. يعني ظروفنا تعبانه كلش يعني هسه انا عنت نفسي و... زين وجاوشت اموري. أي. صار عندك الولد؟ أي. صار عندي الولد كبر عمره 4 سنوات. وقاعد اطبخ انفجرت القنينه مال الغاز علينا وحرقت رجلي منه وحرقت ابني. توفى؟ توفى. الحمد لله. ظليت 7 ايام بالمستشفى وتوفى. ابوش قال؟ ابو ظل يعير بي دائما يعني فقر انتي. قلت هذا امر ربك لا بيدي ولا. ليش انا ما احترقت؟ ليش بس ابو لحيت ولد ولد ولد؟ ليش المره تتعاير بالبنيه؟ اي اتوفى الولد. أي اتوفى الولد انا يعني هم حامل بس ما ادري بنفسي. قلت الحمد لله والشكر هذا امر الله زرعه وخذاه. زين. بس شنو ظليت يعني مو بوعي يعني غير الصدق يعني ام تفقد ظناها واول فكت عينها ولد. يعني شو يصير بيها؟ زين. فجارات حبيبات امي انا وها. انت يا ابو احمد موجود؟ اي موجود بس مو وياني. يعني انت تاركك يا ابو احمد؟ اي هاجرنا يعني. هاجرك؟ اي اي هاجرك. يعني عندك بنات؟ لا مشاكل وما يعني مو ذاك الاحترام يحترم. زين. ورا الولد شنو؟ اي جبت ولد ثاني. زين. جبت الولد ثاني الحمد لله والشكر. قلت رب عوضني.
على قال صبر صبرتي. زين انت لو ظاله بس بناتي طلقك ابو احمد؟ اي طبعا طبعا. كون الا تجيبين ولد يعني لو خواتي ايش اقول لك خواتي يعني يحجن. اي كون تجيبين ولد. اي رب العالمين اعطاني بولد، قلت الحمد لله والشكر يا الهي، الف حمدك وشكرك اعطاني رب جبرني. ونعمه بالله وايماني قوي بالله. زين. كبر الولد وحلى بعيني وسجلت مدرسي. ايه يعني كملت الاستماره مالته مال المدرسه. ايه لعب عند جيراني عبر عند لا تقولي لي همال. لعب عند جيراني يلعب وجابوا لي ميت. لا اله الا الله. ما دريت شنو سبب موتي. ايش قد عمره؟ عمره 6 سنوات. 6 سنوات. ما يعني فجأة قالوا لي ركضي للمستشفى. يعني هذا اللي يطلب، انا بدي اقول يعني للاب، هذا اللي يطلب ولد يقول لك مو اعطيك ولد بس يجوز يموت، يعني يعرف رب العالمين انت راح تتأذى وهي راح تتأذى. يعني الا بيها الا بيها عبره. ازيد ازيد تأذيت، يعني تأذيت اذيه ما صايره. يعني الحين انا عندي ولد ثاني، صار عندي ولد ثاني وياه. ايه عمره 11 سنة صحيح احمد. ايه؟ هذا عمره 11 شهر. ايه من توفى اخوه. يعني بعده ما يمشي. زين. بعد سلمت لا حول ولا قوة. واحنا مرات نلحب امور ندق ابواب تأذينا. قضيت هي يما طحت مريضة. وصار عندي ربو بسبب التراب مال المقابر. يلا شوية وخواتي لحن علي يحجن علي كافي شولك اذيتي نفسي. تعال حبيبي اقعد يا ماما. هذا عمره 11 شهر من توفى اخوه. اي يعني بعده ما يمشي. زين ايش قال ابو احمد؟ بعد قال لك موتي اكيد. اي بعد يلحون انت قل له مو تريد ولد؟ هذا الولد قل له مو رب العالمين يدري. هذا زرعه مو بيدي ولا بيدي الله سبحانه وتعالى. ما ادري يا نبي حط روحه بشيشه. طبعا صح لو غلط حط روحه بشيشه اجا ملك الموت وخذاه. يعني هذا امر ربك لا انا ولا انت ولا اي واحد. طبعا لو احط هيك شيء احطه هني. الله سبحانه وتعالى شخص نايم هاي بعد اجله. بعد هذا يومه. زين. راح رحمة الله صار له تقريبا 9 سنوات من توفي. الحمد بس لله. يعني من اتذكرهم تتأذي يعني اتأذي هواي. يقولون اكو ام تنسي، لا ماكو ام تنسى بناها. والظن ايش قد عزيز هسه من يعني ابسط شيء من اشوف صوره انا لحد الان ملابسه مستعزبين وضامتهن كل سنه اغسلهن واعطرهن وارجعهن بجنطتهن. يقولوا لطيهن مو هاي روح. قلت لهم لا هذا مو اخو ما اقدر البسه واشوف انا نقبال عيني. زين لو كبار انت تفكرين لو كبار يمكن كان عانوك. كان عانوني ما خلوني يعني ما خلوا يعني انسان يعني شقلك ما يسوى له شيء يجي يذني ويحكي علي ويحكي على بناتي. من اللي يذلك ويحكي على بناتي؟ انا بناتي يعني مو بناتي واي يعني عائلتي ضميتها هيك يعني ما ذبيتها هاي ايش قد معوقه وعانيت عانيت. كنت تعليمي مستشفى التعليمي ومستشفى وبيتنا بصبخه العرب يعني اهل البصره يعرفون. انتم يجوز بغداد ما تعرفون مكان. كنت ادق ماشي اروح العلاج والله ثق بالله وحق من روان وجوهكم ادق ماشي وما اقل الواحد انطيني يعني استهبم اقول لا انا مره ما امد ايدي الواحد لا الاخو ولا اخواني لو عدهم ما يعرفون. كنت تشتغلين وابو احمد موجود من كان موجود؟ لا كنت ما اشتغل. زين عندك بنتك شنو اسمها؟ يا هي آية. آية كبيرتك؟ اي آيات. هي فرحانة بينا مو صحيح؟ اي الحمد لله وشك. آيات ايش قد عمرها؟ 25 سنة. 25 سنة. يعني انت تدخلين الجنة اكيد اليوم مراعاتك ومداراتك. انت بعد وحدة بالسرطان ومتوفية. الحمد لله وشك. بس يعني مو هو كبير عمرها 6 اشهر. اي صار بيها لوكيميا بالسرطان بدمها. زين. دور الدم اقراص لها وما 4 6 اشهر وتوفت يعني ما الحمد لله. انت دمك ودم الاب متطابق ولا اي متطابق؟ الحمد لله والشكر الحمد لله. حياتك صعبه بس انا اشوفك مبتسمه.
يعني ستي تبكين والابتسامة بعيونك. اي الحمد لله انت ايجابية يعني إيجابية. هو من رب العالمين ان شاء الله الحمد لله. ايش وقت بديتي تشتغلين؟ صار لي 4 أشهر من بديت اشتغل بالكورنيش. انتي وياها وياها تسمع تفهم تفتهم انتي وياها. اي حلو حلو. اي شنو تشتغلين؟ انا اسوي جلمه. اي اسوي برياني. زين. كليجه ما كليجه شغلات. زين. هاي اول ما بديتي تشتغلين. اي اول ما تشتغلين بديت. بالطبخ. اي بالطبخ. تطبخين بالبيت لو شنو؟ يعني وتوزعين لو عندك مكان؟ لا والله لا ما عندي يعني توني مبتدئه صار لي 4 أشهر. تشوفين هذا الموضوع يربحك يعني الطبخ والهذا الحمد لله والشكر يعني طبعا. بس كنتي تطبخين ما اشتغلتي شغله ثانيه؟ لا كنت اشتغل. شنو؟ كنت اشتغل عند دكتوره اداري ابنها. ها دارين ابنها. اي تمام. وهذا الموضوع يكفيك يعني انا اعرف بيتك ايجار. اي كان ما مقصره وياي الدكتوره الله يستر ايه؟ عليها. ايه؟ وانسانه طيبه مثل وجوهكم. زين. كانت ما مخليتني يعني عاينتني شويه. من ترحين منو لاولادك يعني وين تخليهم؟ عندي بعد بنات 2. اي واحده من زوجي. الحمد لله. وهم عندي ساكنه رجلها مشى بطريق مو خوش طريق. الحمد لله. وانسجن وهي وجهالها عندي. يمك بس هي الدار البنات. ايوه عندي بنيه بس من زوجها هسه ردت صار لها 7 أشهر زعلانه. ها الحمد لله. هسه صار لها 15 يوم من رجعت. زين مشاكلكم من يحلها؟ والله انا اعتزل بالبيت. وهو بعد تدرين الحمى التكره الانسان اللي يكره ما يحب. زين. الصدقين ثق بالله العلي العظيم انه توفى ابني لسه اتذكره دمغتنا على وجهي. مني. فوق ضيمي هي حماتي فوق مصيبتي قمتني بوجهي. ليش؟ شلون توفى ابن اخوه؟ انا رب العالمين الاقدار بايدي. لحد الان ما اتذكر يعني مأساتهم. ما تتذكرين منهم شيء حلو؟ لا ما اتذكر. عمره كله ما اتذكر. اصعب موقف مر وياك بس منهم. عندي حماي مرت حماي شويه طيبه. زين اصعب موقف مر عليك وياهم تتذكرين هسه؟ اصعب موقف كان عيد رمضان. اجيت عايدهم انا وبناتي كان انا صغيرونات وهي المعوقه صغيره. اجى حماي متمكن. وسيسمعني من قناتكم. متمكن يعني لو مرته تقول له اليوم نروح عند تجميل بلبنان هسه يسوي الجوازه ويطلع. عند تجميل بسوريا. عند تجميل بايران. زين. قبل يجيها جوازها للبيت. زين. وجا عيد الله عايد الجهال كيل ومطام عيديها شنو قيمتها 2000 دينار ترى ما لها قيمه. والفلوس وسخ دنيا شمات تنزين وسخ دنيا الفلوس. صحيح. صحيح هنا قيمة البشر بس لا كل من حد قيمته. صح. ربك ينطيك مال يختبرك انت زينه انت مو زينه انت هذا المال راح توجهي الناس فقراء. راح تساعدين والاهل اولى من كل شيء. ما كان يساعدكم؟ ابد. اجى عايدهم كلهم ثقه بالله ومره وانا وجوهكم وصل للمعوقه مو البنات ذنيك اللعبه وصل للمعوقه قال ما عندي خرده. زين. ودار وجهه وراح. هذا الموقف اذاك؟ هذا مو اذاني يعني شكل الجسم احترق. ما يسيلون عليهم عمامهم؟ ابد. زين اهلك؟ ابد. اهلك وين؟ لا اهلي بعاد بالقرنين. الضعف. بس هم شويه الظروف اخوي يعني هم عنده كليات وهو شرطي. يعني انت واحد انت ويا رب العالمين فقط. اي ما عندك احد لا ساندك لا مساعدك لا 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 تشكيل همك انت وحدك تحلين مشاكلك. كانت والدتي الله يرحمها من توفت والدتي قمت همي احفر ودفني. الوالده تشيل الهم. اي كانت تشيل عن همك هواي. اي شيل وساعدني كانت. ومن راحت حسيتي بالفرق؟ اي حسيت هواي يعني مو راحة ولدي ما حسيت بس من راحت امي حسستني بهواي شغلات. اولادك ما عوضوك يعني عن هذا الالم اللي تتألميه؟ اولادك ما عوضوك بضحكه بحكايه؟ بضحكه وبحكايه. لو ما تشوفيهم هواي؟ لا يعني انت مشغوله يعني لا ما ألموني بالزايد لان هسه هاي من هي وجهالها عندي اتالم بالزايد عليها.
ضحكتهم وسالفتهم وانه ابو فريخاتها حلوين مرحين زين، هم اللي نسوني شويه. الحمد لله والشكر. أي. الحمد لله. اجي من تعبانه من الشغل، من يتلقاني سجاد ويضحك له يقول لي هذا كل التعب يروح من عندي. الحمد لله والشكر. الحمد لله. لو هاي من تتلقاني جواهر بيبي الله يساعدك والله يرزقك بيبي، هاي عندي تسوى الملايين كلها. انت امراه مجاهده، الله يوفقك ان شاء الله، لان انا اشوف الاولاد كلهم ايتام. الايتام مو شرط اللي ابوهم متوفي او امهم متوفيه، انا اقول الايتام اللي ابوهم ما ينفق عليهم حتى وان كان موجود، الايتام اللي مهملين من قبل الاهل ومن قبل الاقارب ومن قبل الاب او من قبل حتى الام. احنا لا يعني نركز فقط على الاب، لا، حتى الاهمال احيانا يكون من الام، لكن اليوم حلقتنا الام هي المجاهده، الام هي المنفقه في غياب الاب. هسه احنا خلي شوية نطلع من هالأجواء، خلي شوية نروح للطبخ للأكل الحلو. يلا نروح للمطبخ. يلا يلا ها يلا تجيني هاني. يلا مملكة المرأة المطبخ، يعني تشوف حالها وتشوف نفسها ملكة وطبخها. أريد تسولفي لي يومك شلون يبدي؟ أنت بديتي حياتك الآن امرأة عاملة. أي والله. زين سولفي لي، بي ساعة قاعدين؟ أقعد بالخمسة الفجر. أقعد أول مرة أصلي نذكر رب العالمين. والنوبة أطلع شغلاتي، البنية نايمة خطية أقولها معدها جهال وتتعب. زين. اجهز لي شغلات بالليل. اي اقعد، صارت بثمانية طلعت للسوق، رحت جيب الشغلات اللي اريدها من السوق وجيت جهزت شغلاتي. لفيت دومتي، سويت برياني، جهزت جدورتي، جهزت سماعين، عندي سايق خوش انسان. اخابر لي يجي علي ياخذني. زين. عندك طلبيات انت لو؟ لا والله يعني انت تروحين تبيعين؟ لا انا اروح، انا ابسط توني يعني بعدني. زين. هل جاي العالم شويه شويه. شنو تبيعين؟ بس دولمه؟ ابيع دولمه، اوكات فطائر يسوون البنيه تسوي، كليجه تسوي. زين. اي برياني، كبه حسب الطلبيه. ايش قد تسوين كميه يوميا؟ جذر، هذاك الجذر. زين. اوكات هسه وهالايام مو امتحانات وقليله يعني. أي. ناس تجي للكورنيش. زين. شويه جدر صغير اسوي لان حرامات يظل. انت تبيعين بالكورنيش مو صحيح؟ اي. شلون تشوفين اقبال الناس انه يشترون من المرأة؟ والله الانسان طيبين. اي. هو طيبين يعني. يساعدون. اي يعني هو اللي يشتري منك يعني اعتبار مساعدك. طبعا. مخليك مجاهده يعني مجاهده. صحيح. يعني افتخر من انسان يجي وقال حجيه بارك الله بيك. الحمد لله. والشكر. اكو انسان فد مره اجاني. ايه؟ قال يما اتمنى لو مو حرام ابوسك من راسك. ايه؟ قلت له ليش؟ قال انا هسه ما تعرفين شنو رتبتي. ايه؟ انا جاي اشتري منك. ايه؟ انا فما انا شبعان بس جيت يعني اشتري منك، حبيت وتذكرت والدتي. ايه؟ ذكرتيني بوالدتي، كانت والدتي هيك الله يرحمها مجاهده مثلك. الله. وخلتنا زلم وانا ما تعرفين يعني ما اريد اقول لك يعني انا وين واصل مرحله. زين. بس تمنيت ابوسك من راسك. يعني. وانتي امراه عظيمه وان شاء الله هذه بيدك تخلينا نفسك. قلت له ان شاء الله الحمد لله والشكر. انا اشوف اليوم ايش قد نسوان تعاني، ايش قد يمرون بمعاناه، بس ما يهمون اولادهم. أيه. حتى بالمدارس يعني تبيع وتشتري وهاي، وابنها كون يلبس احسن لبس، كون بالمدرسه، كون تقري بايد وتسوي الاكل بايد وتعمل. انا احكي صحيح، انا ما اعرف اقرا واكتب يعني. اي اي بس ابني لا. اي خليته ماما حليت من الدوام يلا روح عفيل. للمعلمه. عفية يعني عليك. رغم ما عندي واشتغل واتعب لا اريده يعني اوصل مرحله. زين. روح للمعلمه درس، هذا واجب المعلمه. سايق ام خليت لي. أيه. مدرسه بعيده على الرغم. أيه. عندك شغل. مدرسه ما خليه يهملها. زين.
دولمة البصرة تختلف عن دولمة بغداد؟ اي شنو؟ دولمة البصرة حسيت تقول دولمة البصرة اطيب من دولمة بغداد. لا لا مو اطيب. لا لا مو اطيب. لا شلون؟ احنا يجون قالوا عندك دولمة بغداد لو دولمة البصرة. ايه؟ انتم بغداد تحبونها مالحة. زين. مالحة حامضة. زين. احنا البصرة شو يحبونها؟ حامض حلو. حامض حلو. ايه. تسموها تسووها حامضة، شلون تسووها بالله؟ قولي لي الطريقة. الحامض حلو بورق العنب وبالسليق تذوب، سويتها فترة بالسليق. أي. شوية الورق العنب غالي. أي. يعني ما تكضر راس مالها شوية. أنتوا أغلب شيء تسووه بالورق العنب. أي الحالية لازم بورق العنب، بس ورق العنب يماسكها. زين وش تضيفون وياها؟ سولفي لي حتى اليوم اللي مشاهدين يعرفون شلون تسوون الدولمة البصراوية. هي نفس هي. ايه؟ بس تختلف الشكر، تخلين شكر ايه ويا الملح ويا لا لونه بس شو اسمه لونه شو يسموها لمندوزي تخلون ايه لا ليمون يعني ما ندخلين لمندوزي جبس الرمان ايه زين بس هاي ايه بس حامضه كلش اي يحبونها تشوفين ايه؟ البنات يجن حجي خلينا ايه؟ بعد دبس الرمان بلش خلينا نشوف شلون اللف مالتك هذا اللي هذا السلك هذا ورق العنب زين اي هاي شاشه ورق العنب اجيب انا هاي الشاشه تجيبي هيك الحاضر اي هاي ب 4000 الشيشه زين اي اجيب انها اي بس السلك لا هسه موسمه رخيص زين انا قلت هسه منه ورا رمضان يغلى لان يغل اي هسه شنو عندك انت هسه عندي هسه السلك اي افور له ماي اي فرتين ماي صار فيه لي ايه وين ماي هذا ماي خلي زين تعال منا تعال منا حجي ايه انا ناوشك شنو تبين هذا السيليك هسه هذا السيليك ايه هذا السيليك تفوري بالماي اي احطه بالماي هذا الجدر ايه نعم تخلي هذا جدر المالح هذا جدر المالح ايه شنو جدر المالح مال حامض مالح ها مال بغداد مال ها مال بغداد هاي مال بغداد ايه يعني ما راح تسوي لنا اليوم بصراوي تسوي لنا بس اسوي لكم بصراوي بصراوي حي للبصره تخلون العروق مو بالشعبيه اي خلي اهم شيء العروق اعطيت لا تشع على قولك وما اهم شيء لا تشع اي لا تشع كل النساء تسويها بنفس الطريقه هنا أنا بالبصره بعد اكو حسب لا طريقاتهم حسب طريقاتهم شنو انا هاي طريقتي شنو الاختلاف بيها اكو ما يخلون لحم اي شو يخلون يخلونها هيك بس بلا لحم اي بلا لحم زين واكو لا اكو بلحم بلحم ولي ايه؟ انا اسوي لي زين هي اهم شيء النكهه حلوه تصير بالي منو علمك الطبخ؟ والدتي الله يرحمها زين اول شيء تعلمتي تطبخي شنو؟ اول ما طبخت برياني اول ما طبختي برياني؟ اول ما طبخت والله عمي زين وايش قد عمرك كان؟ انا عمري 18 سنه 18 سنه اي ورغم كنت عندي اهلي بيضه ما طقن وعلمتك بس اي اي قالت ما سويت ايش سويت بقيتي انت تطبخين ببيت اهلك اي بناتك مثلك يطبخون اي بنفس البراعه وبنفس اي عندي هاي بنتي المتزوجه هسه ردت اي اي نفس بنتي شغلات هيك هيك زين اي ترتيبها بعد ارتب مني ربحك شلونه من هذا العمل؟ ربح قليل لو متوسط لو تشوفي يعني ساد الحاجه الحمد لله والشكر يعني انا عندي راتب مال معين اي وراتب هي مع المعوقة اي واكمله وادفع الايجار والباقي اصرف للبيت يعني زين حصل يوميا 25 انت من البدايه قاعده ايجار ويا زوجك لو كنت قاعده ببيت لا كنت ساكنه ببيت بس من ورا عيالي تجارت من بيت كان ملك عندكم؟ لا مو ملك تجاوز زين ما حد ما يساعدك بالايجار؟ لا ما حد ايش قد ايجارك؟ 350 350 كان 400 ل 25 من خر البيت علينا واحترقن الاجهزه مالتي زين ف رتب اعصاب على ابو البيت اي قلت له انا هذا الشهر ما انطيك اجار اي يعني انا اجهزتي ثلاجتي احترقت هذا ما صلحتها اي هاي بسبب بسبب المطره
وافقت ابو الايجار؟ ها؟ وافقت ابو الايجار؟ اي كان يقول طايح بس ال 25. 25,000. 25,000. والله شهرين ما دفعت لي، صار موسم دورة السنة. زين. انا قلت حركة دورة السنة؟ لا نعمة من الله حصلتهن. قبل دورة السنة شوية صارت حركة بالكورنيش. زين. بس شنو؟ تعب ما سات ما سات. الله يساعدك، الله يساعدك. اي جهزتهن، جمعتهن والراتب. شو وقت ترتاحين؟ عاد هي الامراه العراقيه شو وقت ترتاح؟ بس قولي لي. بعد احنا هاي تعبانين، نقضي عمرنا، اللي يقضي عمره تعبان يقضي عمره تعبان. يعني ما يجي يوم ترتاحين بيه؟ بعد يوم ربك. انا اشوف المراه اللي تشتغل وتكون نفسها يجي يوم ترتاح بيه. ان شاء الله. يعني اقول اللي يتعب يحصد، يعني الا الا مجهود رب العالمين يعاين اليوم على المراه الشريفه العفيفه اللي تشتغل بكد ايدها وذراعها وتعيش الله. اولادها ان شاء الله. فتقي بالله ان شاء الله. الحمد لله. اكو منافسات الك بالكورنيش يعني؟ لا 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 بالعكس. دولمتهم اطيب من دولماتك بعد. بيد ربك، انا ما اقدر احكم. اكو نساء تبيع هناك والله هم دولمه لو اكو اشياء ثانيه؟ ما يسوون شغلات. الحمد لله والشكر. يلا نكمل الدور من عدن. وضع المرأة شلون بالشارع اليوم وهي تبيع؟ شنو مشاعرها؟ يعني شنو المصاعب اللي تمر بيها؟ المرأة الإنسانة الزينة والعظيمة تجاهد. إيه. تعيش بجهاد. إيه. هذا جهاد ترى مو زين. وفخر هذا وشرف يعني. زين. المرأة الزينة يعني ما تخلي وضعها تمد إيدها على غيرها، لا. زين. تجاهد تعب. تعرفتي يعني الامور مثلا ادتك وانت بالشارع؟ اكو ناس تنمرت عليك كذا؟ لا الحمد لله والشكر. والله بالشارع ما تبديت. ايه. وكلهم اخواني وكلهم يحبوني. الحمد يعني لله. مو احمد لك نفسي. زين. هاي والله شاهد علي. بس شنو الصعوبات؟ الصعوبات بس من عيالي يقولوا لي فشلتينا وخليتينا عار من قعدتي. وكانما هي فشله. اي والله فشله اليوم. والله انت تشوفيها فشله؟ لا. ليش فشله؟ لا مو فشله. ترى مو فشله اليوم المرأة تبيع يعني وتنزل للشارع بشرف. ايوه. أيوة. مو صحيح؟ لا مو فشله هاي. هاي يكون يتباهون بي ويفتخرون بي. الحمد لله. لان ام عظيمه تجاهد في سبيل عائلتها. اهم شيء انت تفتخرين بنفسك. انا افتخر واولادك يفتخرون بيك لان يعرفون انت فشله. وين حمودي؟ ها حمودي؟ اه صف الخامس. تعال تفضل تعال. اي. علي بخاتي. اي. ام الكرم. الله يسلمك. اي والنعم. هذا السلف كيف؟ الحمد لله والنعم. الله حطاني واتقتني. الله يحفظك، الله يخليك، رحم الله والديك. الله يسلمك. الزهرة ومو الزهرة. الله يسلمك. اللي يحبك ويستر عليك. الله يسلمك. عرضك. الله يسلمك. على اخوتك. الله يسلمك، الله يخليك. الله يخليك. كل قايع. رحم الله والديك. كل قايع. الله يسلمك، رحم الله والديك. تسلم تسلم تسلم. شكرا جزيلا. الله يخليك. سولف عليه المايك بلا زحمه. حمودي اليوم ماما تبيع بالشارع زين وفاتحه لكم هذا المكان وتصرف عليكم، انت شو تقول لماما من كلمه؟ تفتخر بامك. تفتخر بامك؟ ايه. شو تقولي لها؟ اديها ان شاء الله الله يحفظك. زين. انت تحب ماما؟ ايش قد تحبها؟ وايد. هوايه؟ انت هم تجي هنا تبيع وياها؟ زين. تخليك تبيعتي؟ ليش تبكين هسه؟ ليش تبكين؟ سالفي لي. ابكي لان بس هو عندي. لا شلون بس هو عندي؟ الله موجود سبحانه وتعالى والناس. حبيبي تقول بس هو عندي، احنا نريدك من تكبر تجازي امك مو تسمع كلامها وتوقف وياها وتساعدها. راح تساعدها من تكبر؟ طبعا. حبيبي الله يوفقك.
اليوم الابناء هم نعمه من الله سبحانه وتعالى، اذا كانوا بارين ويبرون بيك، ومو بس الولد، الولد والبنيه تكون وياهم، لكن احنا عرفنا وتقاليدنا شويه، يكون الولد يطلع وياهم. اريد ان شاء الله يخليه لي هذا اللي ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى يوفقك ويوفق الاولاد. حجيه اليوم ايش قد انطاك الشارع من قوه؟ يعني المراه احيانا تقول انا كنت ضعيفه، لكن من طلعت الشارع وشفت حتى للعمل، وشفت اليوم المتاعب وشفت الضيم والقهر وهذا يحكي هذا كذا، صرت اقوى، عرفت الناس، عرفت شلون اجابه، سولفي لي. ايش اقول لك؟ يعني من يطلع البشر اي يصير عندي جهاد، انا من شفت الناس أي. حتى اللي يتعدى من يشتري مني يعني اعتبار مشجعني زين، هذا شجع الي يعني أي. افتخر من يجي واحد ويشتري من عندي زين، يعني هذا تشجيع الي. صارت عندي شجاعه؟ صارت عندي شجاعه. اول يوم لا اي اول يوم ترددت. اول يوم وقفتي بالشارع؟ اول يوم استحيت ترددت اي، بس من شفت الناس يعني تجي وتشتري مني ومقدرتك. صارت ومقدرتني، صارت عندي شجاعه زين، فما عفتها بعد، قلت هاي مهنتي ان شاء الله وهذا مصير عيشتني. هذا اليوم العمل يسوي عندك علاقات اجتماعيه ويا الناس، يعني اعرف فلان يجي تجيني فلانه اعرفهم، هاليوم هذا العمل سوى عندك علاقات اجتماعيه بين عوائلنا هنا بالبصره؟ عوائل واي من البصره التقيت بيهم، من بغداد اجني ايه؟ التقيت بيهم، ومن الكويت التقيت بيهم. كنتي موجوده؟ كنتي موجوده؟ خلي تعال نصب ونوزع ايه؟ للناس. وخر تعالوا مجانا يا هلا وكل الهلا، هلا تعال تعال حجيه تعال، يلا صب حجيه زين. وحتى بالخليج مو هاي اجونا. وعليكم السلام، شلونكم؟ شلون الصحه؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير، الله يحفظك. هاي مجاني اليوم. التوزيع اليوم كلش حلوه، يعني هاي فرحه كبيره. اي أيوة والله. ومن وزعنا فرحنا اكثر بالناس. أيوة اللي صحيح تجي صحيح وتاخذ يعني. وفرحانه، فرحانه المنتخبنا وفرحانه بيك انت امراه اليوم ما شاء الله ماليه مكانك يعرفوك. يعني رغم ظرف تعبان، بس من فاز العراق فقدت يعني ما حست. شنو امنيتك؟ امنيتي الي؟ اي بيت ملك. بس بيت ملك؟ اي أيوة والله، هو الملك لله مو لحد. هواي مشاكل. اي والله هواي هواي يعني. زين اكو امر مريتي به صعب وتتمنين بعد ما يمر بيك وحتى ما تفكرين به، شنو هو؟ ظرف بوتي هواي اذاني، وقبل العيد بثلاث ايام هذا. يا هي بنتك هنا ما شاء الله. لا هاي ايه؟ هنا لا، هاي اللي هسه ردت زعلانه كانت ايه؟ عندي. هو هذا الامر ان شاء الله ان شاء الله ما يتكرر. اجتي عندك يعني زعلانه؟ لا ظرف عائلي يعني صار، بس هواي اذوني هواي. قلتي انا راح اتحمل مسؤوليه كلها صارت علي هيك يعني هيك كلها. زين شنو الموضوع الصعب واللي حققتيه؟ كنتي تتمنيه وحققتيه؟ وان شاء الله يعني هو هذا اللي حققته واحتلت المشكله يعني. بس يا هو هاي مشكلتك انه بنتك كانت معرضه لمشكله. اي أيوة والله. وكانت امنيتك تحليها وحليتيها. اي أيوة والله. شوفوا يعني مشاهدينا الكرام، يمكن اقصى المشاكل اللي عند الحجيه ام احمد انه بنتها زعلانه جايه وانحلت مشكلتها. هو هاي امنيتها انه تنحل مشكله بنتها زين، يعني لا قالت انه مشكلتي اني امراه عامله بالشارع، ولا قالت انه اني ما عندي معين، ولا قالت انه ما عندي بيت. افتخر بكل ام عراقيه هيك تجاهد. مو؟ اي والله. قد تحبين اولادك؟ اعزم روحي. شو تقولي للامهات اللي يتركون اولادهم؟ يعني احنا نسمع اكو امهات يتركون اولادهم، شو تقولي لهم؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل بس. تقدرين تتركيهم؟ ما اقدر اموت. اموت هم عندي هم نفس. هم يسمعوك الان، اريد كلمه لهم. اوجه يعني اقول هو النفس نشتم به الهواء، وشلون تعوفيني؟ مو ينقطع وتنتهي العلاقه مالتك من الحياه. شو تقولين كلمه للناس اللي اذوك؟ أقول حسبي الله ونعم الوكيل بس، ما أقول غيرها. تسامحيهم؟ نسامح رب العالمين إن شاء الله. بس أنتِ ما تسامحين؟ لأن هواي انضغط علي،
بالشغله هاي هواي هواي. ما تقدرين تسامحين؟ لا ما سامح. ليش؟ المسامح كريم ويقولون المسامح كريم؟ هو ربي. شنو الاشياء اللي ممكن الناس اللي مأذيتك بيها وتقدرين تسامحين؟ شنو اللي يقدموه لك حتى تسامحيهم؟ والله شو يقدمون؟ بعد ما يفيد؟ ما يفيد. يمكن الناس اللي أذونا حتى لو أذونا بشيء جارح جدا والان يجون يصححون ما ممكن نرجع مثل الاول. ما يرجعون مثل الاول. لا ما يرجعون. ايه. لان انا رحت افقد بنتي ورحت افقد يعني جزء من جسمي. من حياتي جزء افقده. شلون اسامحهم بس قول لي. شلون اسامحهم؟ من هسه انت مهجورة. يعني لو انا فقدت بناي شلون يعني؟ صحيح. انت الان مهجوره صحيح ما مطلقه؟ اي لا ما مطلقه. ما طلقك هو؟ لا لا. متزوج هو؟ ايوه عنده عائله ثانيه. ما يسأل عليكم؟ بس يسأل مرات يسأل بس على أحمد. أبد لا يجي لا يسأل لا كذا. هو هم رجال مريض يعني مو أقول لك يعني. هو هم يعني رجال مريض ما مداري ذيك العائلة؟ بعد هو معتكف وحدي. أنا هاي رسالة للمعتكف زوج أم أحمد حقيقة ولكل المعتكفين أمثال أبو أحمد. أتمنى أنه تطلعون شوية من اعتكافكم وتسألون عن أولادكم. اصحوا شويه قولوا احنا عندي ولد عندي بنيه اروح اسال عليهم ما رايدين منك فلوس. ايوه نسوان اليوم فتحت بيوت عندها باب رزق ما تريد منك كل شيء بس تسال عن اولادك. ما ردت اي شيء. اكو ناس بالمدارس يقولوا لهم وين ابوك وين ولي امرك فر يمنى فر يسرى ماكو ابوه لا عندهم رقمه لا يقدرون يتصلون عليه لا هو يتصل عليهم ويسال عليهم. فيا معتكف او في الاعتكاف شويه ورد لها لك مثل ما يقولون مو صحيح؟ اي والله صحيح. وانت شلون راضيه بهذا الموضوع؟ يعني احسن انت معلقه الان يعني حتى تاخذين حقوقك يعني اذا صارتك صار لك كم سنه؟ ما اريد حقوق من رب العالمين ما اريد من عندي يجوز يعطيني اياهم ويدعى علي. شنو يدعي عليك؟ ما اريد من عنده انا هو هذا واجبه يا بنتي انا اريد ان اجاهد لعائلتي ما اريد ما تريدين فلوس من عنده؟ ما اريد من عندي. ليش؟ من عليك؟ اي ما اريد من عندي. جربتي؟ اريد تعبي. إيه؟ جربتي؟ اي شو وقت تقولي لي الموقف هواي اللي هواي ومن عليك؟ اي داينتي منه بيوم محتاجيتي؟ ما اقدر احكي بعد. اي خل اقول لكم شيء ثاني اللي ما إيه؟ تقدر تحكي اللي احنا مره عندنا بحالات برنامج انت هواي نساء تتداين مره تتداين من رجلها والرجل يقول الا تردين الدين صح لو لا؟ صحيح. هاي مو انا اقولها النساء اليوم اللي فاتحات بيوت واللي ربوا اجيال، انا ما اريد احكي على كل الرجال ويقولون اليوم ببرنامج انت تحكون فقط على الرجال، لا. اكو رجال فاتحين بيوت الحمد لله ونساهم وابنائهم بخير وعز، لكن اليوم الحالات اللي نلتقي بيها زين حالات نساء فاتحات بيوت بلا اباء وبلا معيل. نقول الحمد لله والشكر، اريد كلمه توجيها اليوم لكل مره عامله بالشارع. تنزل للشارع اليوم وتفتح لها باب رزق من الشيء البسيط، شو تقولي لها؟ افتخر بيها وامرأة عظيمة. وشو تقولي لها؟ تقولي لها انه تصبر، تصبر على الحكي، تصبر على المواقف. ايه. يعني اريدها تصبر يعني مو صبر هيك كل ضميرها. الحمد لله ومو عيب اليوم المرأة من تفتح باب رزق، العيب من تمد ايدها. اي من تمد ايدها للغير. وتمشي طريق مو خوش طريق. هذا العيب. الحمد لله وشكرا. شكرا حبيبتي. طبعا كانت حلقة مميزة مع الأخت أم أحمد هي امرأة مجاهدة أعطتنا درس كبير اليوم بالتحمل بالصبر تحمل المسؤولية تحمل أولادها مرت في مصاعب كثيرة لكن على الرغم من كل هذه التحديات واجهت كل المصاعب ونجحت. نتمنى أن نكون موفقين في هذه الحلقة. شكرا لكم ونشوفكم بحلقة جديدة مع ألف سلامة.